مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اهلا، رمضان رمضان جانا. اليوم حنتكلم عن شيء جميل ورائع بيصير في شهر رمضان، شهر الخير، شهر العطاء، الشهر اللي يعتبر كنز لكل شخص لازم يستغله بعطائه، بالصدقة، بإطعام المسكين، بإطعام المحتاج. هذا الحكي بيصير في كثير من الدول، وهو بتسمى بموائد الرحمن، موائد رمضان. مع حلول هذا الشهر تمتلئ الشوارع في كثير من الدول بأماكن بتكون أكل مجاني، الناس بتجتمع فيه، ما بيعرفوا بعض، وبيفترقوا بعد ذلك على بعد هذه المائدة الرائعة. هذه المائدة اللي جمعتهم، بنحكي عن تاريخها اليوم، ناس كثير بتحكي عنها انه هي عائدة لأيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ناس بتحكي للفاطميين، معظم الناس بترجح انها بدأت في مصر، ولكن هنتكلم عن هذا الموضوع. وهذا الهدف من موائد الرحمن، هي اول شيء كسب الصدقات للاشخاص اللي عندهم فلوس وبيقدروا يطعموا المحتاج، والشيء الثاني هو عبارة عن صلة تراحم واظهار الخير بين الناس واطعام اللي محتاج. وطبعا هذه الموائد دائما تتغير فيها الاكل، ممكن تكون اول يوم لحوم، ثاني يوم اسماك، وثالث يوم مثلا دجاج، و و و و طبعا المؤرخين اختلفوا في بدايتها، زي ما حكينا الناس بيحكوا انه بدات في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ناس بيحكوا بدات في عصر احمد بن طولون، وناس اخرين بنسبوها الى العهد المعز لدين الله الفاطمي، وطبعا منها من يقول انه هارون الرشيد اللي بداها. خلينا نبدا باللي بيحكوا انه عصر الرسول. طبعا ظهرت انه الرسول صلى الله عليه وسلم، او سجل في التاريخ انه الوفد اللي زار المدينه من الطائف لاعلان اسلامه جاء في شهر رمضان، وقام الرسول صلى الله عليه وسلم طول فترة مكوثهم في المدينة يرسل لهم إفطارهم وسحورهم مع الصحابي بلال بن رباح رضي الله عنه، طبعا حسب ما قاله بعض المؤرخين. الناس بيقولوا لا، هذا نهج انتهجه أيضا الخلفاء، ومنهم عمر بن الخطاب، حيث قال رضي الله عنه، أو قام رضي الله عنه، بفتح دار للضيافة للصائمين من الفقراء والمساكين وعابر السبيل في السنة 17 للهجرة. لكن أيضا اشتهرت هذه الموائد أيام الإمام الليث بن سعد، اللي هو كان إمام مصر، حيث كان يتناول هو الفول في رمضان ويقدم اللحم والقديد والهريس إلى الفقراء، تطوعا منه وعطاء منه لهذا الشهر. الثيوري الثانية أو المقترح اللي يقال عنه تاريخيا، أنه سنة 880 في عهد الوالي ابن طولون، كان في مسجد في جنبه حديقة منها الأشجار والورود، وحديقة أيضا للحيوان، وقال أنه تحت أشجار هذه الحديقة كان يقدم ابنه الإفطار، مآدب الإفطار للناس طول شهر رمضان. واستمرت هذه الموائد في العصر الفاطمي، وكان يطلق عليها موائد الرحمن في هذاك الوقت، أو كان يطلق عليها دار الفطرة أو الإفطار الفطرة. وطبعا كانت كبيرة جدا، وكان معظم الناس يأخذوها، وانتقلت بعدها إلى بعض الدول الإسلامية في العصر الفاطمي. طبعا كل الملوك والرؤساء كانوا والزعماء كانوا يحاولوا انه يخرجوا صدقاتهم بهذا اليوم، والاف الاف الأطعمة يحطوها على موائد الرحمن كل يوم بمختلف انواع الاكل. يقال انه في بعض موائد الرحمن كان تذبح 117 ذبيحة باليوم في القاهرة ايام السلطان حسن، الذي كان يقدمها من ماله الخاص كل يوم لمدة 17 سنة خلال كل رمضان. العصر العثماني برضو هاي انتشرت الموائد أمام بيوت بعض الناس اللي هم القادرين على إطعام عابر السبيل والفقراء، وكان الوالي العثماني عبد الرحمن كتخدى أيامها اللطف، الذين أطلقوا عليه إمام الخيرات، هو أشهر من قام بهذه الأمور. طبعاً بعض المماليك كانوا انتشرت عندهم عادة، وهي توزيع الخبز في رمضان،
كان بعضهم يوزع الخبز، وهذه العادة ما زالت منتشرة في بلادنا العربية. يعني ما بتعرف ليش الناس بتوزع خبز، ولكن هي عن طيبة قلب، وهاي العادة بدأت من أيام المماليك. كان بعضهم يوزع الدقيق والسكر، وبعضهم اللحم، وبعضهم كان يوزع اللي هو أقل قدرا يوزع الخبز، يعني هو جزء من العطاء. طبعا برضو كانت توزع في الموائد هاي الحلوى، بعد أطباق الحلوى بعد الانتهاء منها، الكنافة والقطايف بعد الانتهاء لإطعام الفقراء من مائدة الإفطار. بعض المؤرخين بيحكوا أنه هذه عادة للدولة الطولونية، وهي صاحبة فكرة موائد الرحمن، لأنه كان فيها فقر شديد في هذاك الوقت طول العام، فكانوا الأمراء يأمروا بهذه الموائد للصائمين. في السنة الرابعة من ولايتهم بدأت هذه الموائد، وكانت أولها زي ما حكينا في مصر. أجين في ناس بيحكوا أنه هناك أفعال أخرى لابن طولون، منها جمع الناس على هذه الموائد والسماع منهم والطعام، بعض الطعام والشراب، فكان لهم فوائد أخرى أيضا. لكن أثارها الإيجابية مهمة جدا، وهي الألفة والتراحم بين الناس. الفقراء والأغنياء ممكن يأكلوا منها، هي طريق لإعطاء الزكاة والصدقة للمحتاجين، وأيضا عابري السبيل. وزي ما حكينا أنه بعض رجال الدولة في هذاك الوقت كانوا يستمعوا للفقراء بهمومهم ومشاكلهم في بعد موائد الرحمن بعد ما تنتهي. طبعا يقال أنه القصر الفاطمي أيام الفاطميين في مصر كان يوفر مخزون كبير من الطعام والدقيق والسكر والحلويات إلى رمضان، وذلك لاستخدامها في هذه الموائد. فمنهم من يقول أن الفاطميين هم أيضا أكملوا هذه العادة الجميلة في دولنا. طبعا هناك زي ما حكينا ناس يقول لك أنه العصر العباسي، هارون الرشيد هو من أول من أقام موائد الرحمن بحدائق قصره، ولكن أجين هذه أضعف الروايات التاريخية. وهارون الرشيد عرف بكرمه وعطائه، ولكن قد يكون هو من بدأ، وأجين المؤرخين اختلفوا في الموضوع. الهدف الأساسي منها أنه أهل الخير ما زالوا موجودين ويحرصون على إقامتها إلى يومنا هذا في كثير من الدول العربية. جزاهم الله خيرا، يعطيكم العافية، تابعونا في حلقات أخرى. سلام للجميع.